وهنا بسخن الحلة عشان أحط فيها هنا السوداني وعليه المية والملح. هدوب بقى الملح اللي احنا عايزينه. ننزل مقادير. طيب السوداني المملح، السوداني المملح هحط له مثلا معلقتين من الملح الكبار، يعني 4 معالق ملح من الصغير اهو، وفي ناس بتحط لها رشه دقيق. ماشي، ممكن نحط رشه الدقيق دي عادي جدا لو انتوا حابين، لو مش حابين براحتكم. الدقيق بيديله كده كوتنج او غلاف من بره، يديله الشكل الابيض قوي ده اللي هو الملح، تلاقوه ايه عامل زي الملح الصخري. ها اهو المقادير معانا على الشاشه، زي الملح الصخري فوق الايه، فوق السوداني نفسه. بصوا كده هندوب هنا، وتعالوا بقى ننزل السوداني القمر اللي احنا جبناه ده، بسم الله الرحمن الرحيم، في الحله هنا. اوكي اهو، بصوا هنا السوداني بدا يعمل ايه، بصوا بدات الميه تقل، كل ده السوداني بيتشرب من الصوص ده. بصوا بدا يتقل ازاي لحد ما يسكر، يسكر يعني عارفين لما نيجي نعمل شويه شربات ويسكروا مننا، هو ده. هنوصل لبعد مرحله التسكير كمان، اللي هي بعد ما يعمل بلورات السكر ترجع تاني تتكون. خلاص كنت بسال يعني بنسال بنشوف بيتباع ولا لا في المقله وكده، بعض المقالي الكبيره يعني ما عدا الاماكن السوريه اللي بتبيع منوعات كتيره، فبيبقى منهم ساعات السوداني المكرمل ده، بس مش بيبقى في كل الاماكن يعني. فالناس قالوا لنا بيبقى شكله ايه المكرمل ده في المصريين هنا حبايبنا، فقلت لهم بيبقى عامل كده، كنا عاملين النسخه ويعني قبل كده الحقيقه، فكنت موريها لهم عاملاها في البيت لينا يعني، فقلت له بيبقى شكله كده، قال لا ده مش بيتباع عندنا احنا، فبيتباع بس المملح. بصوا هنبدا بقى كده تاتش من الميه اللي بملح، رش عليه كده اهو، وهقلب رش. علشان المية وعشان يبدأ كل ما يبدأ يتشرب اخد من المية. لحد ما تنشف المية وبعدين ازود تاني يبدأ يتشربها والملح ده ينشف ويعمل طبقة ملح عليه. بصوا هنا الكراميل بدأ اهو يتقل تماما، وبدأ خلاص الصوص، شايفين اهو انا مع حضراتكم، شايفين بقى عامل ازاي، اهي ايادي الخطوات، شايفين بقى بدأ يتشرب خالص. كل ده هو ليه غلاف، انتوا تحسوه كأنه ملوش قشرة صح؟ مش انتوا حاسينه كأنه متقشر؟ اه انا لا، هو بالقشرة لسه. وهنا اهو بصوا بدأ يدي طبقة ملح، هديله تاني بسم الله، وهبدأ أعمل كده علشان يتشرب الإيه المية والملح. اللي بالشوكولاتة بقى بنفضل ندوره كده في البولة، بنسيح له شوكولاتة ونفضل نعمله كده في البولة زي كأنه، لأن هو بره ليه جهاز كده بيلف حتى في المصانع اللي بتعمل المقرمشات دي، وعلى فكرة بيبيعوه غالي جدا، حط كده في كفرز وبرطمانات إزاز شكلها شيك قوي، حبة صغيرين كده يطلعوا مثلا 125 جرام وفي منهم 200 جرام، بس عايزة أقول لكم بيتباعوا بالرقم سواء اللوز المتغلف أو السوداني المتغلف بالشوكولاته، بس الاغلى بيبقى اللوز يعني نوع انواع النص الغاليه. بصوا بقى بدا، شايفين الطريقه، شايفين بقى يعمل عليه طبقه ملح ازاي اهي. ماشي، روح قلبي اهو،
لحد ما تنشف الميه. تمام، بصوا الملح ده ينشف كمان، طري لسه اهو، ينشف ويحجر، يبقى عامل زي الحجر. ايه اللي في النص؟ ده ما انا بقلبه كده، شايفين؟ وبعدين هو بيستوعب على قد ما بيقدر، والباقي بيسيبه. بصوا، تعالوا بقى نبص هنا بصة أخيرة عشان أنا هطلع، هيبدأ ده تبقوا شفتوا آخر مرحلة. بصوا بدأ يعمل إيه؟ هفضل أضغط عليه كده لحد ما يوصل لمرحلة إنه يسكر، يرجع تاني سكر حبيبات، ويبدأ يسيح، يعمل بقى كفر فوقه على السوداني ده بشكل رائع. وهنا مش هسيب دي برضو، هفضل كده أهي، شايفين إزاي؟ أهي ادي السوداني المملح في 5 ثواني. وفي ناس تحب تدخله الفرن، انا بس عشان بحس انه اسرع بالنسبه لي ان انا اتحكم فيه، بدل ما اقعد اطلعه من الفرن وادخله الفرن واطلعه الفرن وادخله الفرن، بحس انه اسرع. اهو بصوا بقى، بصوا المرحله دي، بحس انه اسهل ان احنا نعمله بايدينا كده على البوتاجاز اسرع. خليني بقى للنار هنا، خلاص الحمد لله انجزت المهمه. بسم الله، اهي اهي، بصوا بصوا بقى هنا، يلا بينا. شفتوا بدأ يعمل ازاي؟ اهو. ولازم اجهز صاج سخنين بس، ماشي اوكي. وهشيل دول بقى خلاص، هجهز صاج. بصوا يلا بينا الصاج ده. تسلموا لي يا حبايب قلبي. بصوا بدا يسيح ازاي، شوفوا مش هي كرملت وعملت غلاف، اللي هو السكر رجعت حبيباته تاني اتغل في السودانيه، رجعت تسيح تاني. هروح بقى بعد كده مجهزه صاج عليه ورق زبده مدهون او صاج مدهون او ورقه سيليكون، وهاخد كده صاج ولازم افردها عليه عشان اعرف افرفطه ما يلزقش في بعضه. اهو، حلو الكلام، كلام جميل يا قمر، زي بوجي وتامت. بصوا كده، الله الله ما شاء الله. بصوا الكلام، فرفط كده ما سيبهمش يلزقوا في بعض عشان ما يتعبونيش وانا بفرفطهم. خلاص اهم، شايفين الجمال؟ شويه سوداني لوز، والله احلى من اللوز. حاضر، بس استنوني اعمل ده عشان نبقى خلصنا دول. بصوا كده عشان نبقى ايه قدمناه بالمره، يبقى احنا كده عملنا السوداني المملح والمكرمل مع بعض بطريقه سهله. شايفين القمر؟ بصوا الجمال، الله الله، ادكوا فيه كده على طول، كده احلى من الفرن. انا ما اعرفش، بحس ان انا بتحكم في الحاجه اكتر تحت ايدي. الفرن لو احنا ما عندناش وقت، يعني بنعمل حاجه على البوتاجاز وحاجه في الفرن، مفيش مشكله. بصوا كده، اختراع روعه، والولاد يتبسطوا بيه، ولسه بقى لما نعمله بالشوكولاته هتتبسطوا اكتر. هيتغلف بقى بالشوكولاته زي اللي بنشتريه من بره، بيبقى مش عارفه الربع كيلو ب80، انا مش فاكره والله. انا بنتي بتحبه، فجيت مره اجيبه جاهز لقيته بيقول لي كده، قلت له طب خلاص تمام، وعملته في البيت الصراحه. اهو جبت لها شويه كده على قدها تنقنق فيه، وبعدين عملناه في البيت. بصوا بقى، خلاص هرفع من على النار، يلا بينا. بصوا بقى اهو، شايفين؟ لما بيبرد بقى بيبقى روعه، شايفين؟ يبقى ادي المملح. معلش نظره اخيره بعد اذنكم، نظره يا اهل الخير نظره جميله. ادي المكرمل وادي المملح. بصوا اتكل على طول، ما شاء الله ما شاء الله. نستسمح حضراتكم بقى في استراحة بسيطة، ونرجع إن شاء الله نكمل باقي وصفاتنا في انتظار حضراتكم.